بيل غيتس بيثير الجدل بعد توقع اختفاء الهواتف الذكية وبيكشف عن بديلها، وتصريحات لاعب سكواش المصري والمصنف الثاني عالميا علي فرج بتسبب بحالة تفاعل على السوشيال ميديا، وقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مالك تشيلسي رومان براموفيتش حديث لترند الرياضي. كشف رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس عن بديل الهواتف الذكية في المستقبل، ووضح أنه بيتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي لتحل مكانها تقنية حديثة بتركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة. ووصف بيل غيتس التقنية المستقبلية بأنها رح تكون على شكل وشم إلكتروني على الجلد بيتم فيها تجميع البيانات الطبية والرياضية وبتسمح بإجراء المكالمات والرسائل. ولفت بيل غيتس إلى أنه التقنية الجديدة ما رح تتنفذ في المدى القريب، لكنه بيأمل بأنه تصير حقيقة وجاهزة في أسرع وقت ممكن. وتسبب هذا التصريح بحالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا، فكتب نواف: هذا الشخص أكيد مفتعل الأزمات، لأنه كل ما تنبأ بشيء بيحصل. الآن بيقول لن تستخدموا الموبايل بعد مدة، الله يستر من الأيام القادمة. أما أحمد الشيخي فقال: بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت بيتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي، ما أدري شو خطط وشو ناوي علينا الأخ. وسخر معاذ عصفور من تصريح غيتس وقال: بدي أرجع للتليفون الأرضي. وعلق عامر المبروك: بيل غيتس بيتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي، عارفين وين نعمة حنرجعوا للتليفون أبو قرصي تاني. وفي موضوعنا الآخر، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع تصريحات لاعب سكواش المصري والمصنف الثاني عالميا علي فرج الأخيرة، وانتقد علي فرج ازدواجية التعامل مع الأزمات في العالم ليعلن تضامنه مع فلسطين، وقال إنها بتمر بمثل اللي بتمر في أوكرانيا من 74 سنة. وقال فرج إنه الشعب الفلسطيني بيعاني من المشاكل بسبب الحرب، وإذا قدرنا نحكي الآن عن الأوكرانيين فبالتالي بنقدر نحكي عن الفلسطينيين برضو، لهيك من فضلكم ضعوا هذا في الاعتبار، شكرا جزيلا. وأجت تصريحات فرج بعد تتويجه بلقب بطولة أوبتاسيا بالعاصمة البريطانية لندن بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب بيرو دييغو إلياس. وتفاعل الناشطين مع تصريحات لاعبنا العربي، فغرد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي: ينصر دينك يا رجل. أثناء تتويج لاعب سكواش المصري علي عمر فرج طلب منه الحديث عن أوكرانيا، فكان رده الرائع: فجأة أصبح يسمح لنا بخلط الرياضة بالسياسة في هذه الحالة لنتحدث عن فلسطين أيضا التي تعاني قبل أوكرانيا على مدى 74 عاما، الله يحفظك يا ابني. وعبرت الإعلامية الرياضية آنيا عن رأيها: اللاعب المصري علي فرج وبعد فوزه في بطولة أوبتاسيا في لندن طلب منه المذيع الحديث عن الوضع في أوكرانيا ليغتنم الفرصة للفت الانتباه لمعاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 74 عاما، برافو يا بطل. وكتب محمد الصغير: المصنف الثاني عالميا في السكواش اللاعب المصري علي فرج يقارن ببراعة بين موقف الغرب من أوكرانيا وخلط الرياضة بالسياسة والموقف من فلسطين، وصرح بعد تتويجه ببطولة أوبتاسيا في لندن بوجوب فكر فلسطين مثل أوكرانيا اللي أصبحت حديث العالم بسبب الغزو الروسي، فلسطين قضية الشرفاء. وفي الترند الرياضي، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رومان براموفيتش وغيره من الطبقة الثرية النافذة الروسية في آخر حزمة عقوبات بتستهدف الروس، وبسبب هاي العقوبات رح يتم تجميد أصول كل الأفراد الخاضعين للعقوبات ومنعهم من الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها. وتسبب القرار بحالة من الضبابية على نادي تشيلسي بحكم أنه العقوبات جمدت أصول النادي وحساباته البنكية، وهذا الشيء اللي بيهدد مستقبل البلوز وسبب بحالة من الجدل في الأوساط الرياضية. وكتب المغرد الرياضي محمد عواد: ما يحدث في إنجلترا ليس خلطا للرياضة مع السياسة، بل عجن وخبز أيضا. تجميد أملاك براموفيتش بما في ذلك تشيلسي سيمنعه من بيع النادي وسيؤثر على النادي ماليا للغاية، هم يحاولون قلب الأثرياء على بوتين وهذا طبيعي لأنهم في حالة حرب، لكن صاحب ذلك سقوط لكل نظرياتهم المنمقة. أما عبد الرحمن: رح يذكر التاريخ أن تشيلسي هو النادي الذي كشف العنصرية الدفينة داخل القلوب، كشف أن الشعارات التي تم ترديدها سنوات وسنوات لم تكن سوى وهم وكذب، كشف الكره الكامن بداخلهم تجاه كل ما هو مختلف عنهم، كلما حاولوا تدميرك أكثر تلطخوا في قذارتهم أكثر وأكثر. وكتب محمد الديسطي: بريطانيا تمنع رجل الأعمال الروسي براموفيتش من بيع نادي تشيلسي وتم تجميد أصوله وأمواله عقابا له على جنسيته الروسية، إنها أزهى عصور حقوق الإنسان. وهاي كانت مواضيعنا لليوم، بنشوفكم الحلقة الجاية.